السلام عليكم، كيف صحتو؟ كلشي لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا في الزيت وهاد الشتاء، باش غادي نصاوب معكم يومين ان شاء الله واحد الوصفه اللي هي كتجي بحال ميني حرشه ولكن غزاله 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 بزاف. تابعوا معايا حتى غادي تشوفوا الطريقه تاع المخر. الاول كندهن شويه هاد البول الصغيوري، كندهنهم كاملين مزيان بالزيت، ولا بغا يدهنهم بالزبده كندير غير فوحده، ولا كنبقى نمشي الزيت معاهم هكا حتى غادي نكملهم كلهم. اولا تقدروا ديروا لهم داك بابي الكويسو حتى هو كيجي مزيان. ومن بعد كنديروا هنايا شويه ديال السميده وكنمشيوها بحال هكا، ما نخليوش شي بلاصه ما تدوز لهاش باش ما يلصقوش لينا. ملي غنجيو نحيدوهم غتجينا الطريقه سهله هكا وحده بوحده، كل وحده غنديروا فيها هكا يا معلقه ديال السميده وغادي نمشيوها. انا كنحاول نوضح يعني الشرح. المقادير ديال هاد ميني بسبوسه عندنا جوج بيضات، كاس ديال السكر سنيده، وكاس بحال النت ديال الزيت، صاشي ديال الخميره ولكن فيه 15 غرام باودر، قبيسه ديال الملحه ضروري باش كتعادل لينا الذوق. وغادي نضيفوا واحد المعلقه ديال المربى المشماش، وغادي نضيفوا واحد الكاس ديال الحليب. هادو هما المكونات اللي غادي نضيفات مزيان. بسم الله. ومن بعد غادي نزيد السكر سنيده وكنخلطوا هاد السكر مع البيض مزيان. غادي نزيدوا عليه هاد الكاس ديال الزيت، حنا كنكبوا حنا كنخلطوا. كنقطر هذا الكاس مزيان وتبقى فيه حتى قطره لا معبور. ومن بعد كنزيد عليه هاد الكاس ديال الحليب، حنا كنكبو حنا كنخلطو، اكيد ما كنكبوش خطره وحده باش كيسهل علينا الخليط. نخلطو هكا بلاتي. وغادي نزيدو هاد المعلقه ديال المربى، غادي نجيب واحد المعلقه صغيره وغادي ندير هاد المعلقه ديال الكوفيتير ديال المشماش، واللي بغى يدير الكوفيتير نتاع الفريز على حسب الذوق. نخلطو كلشي مزيان. دابا غادي ندير واحد الرشيشه ديال الملحه باش كتعادل لينا الذوق بحال هكا شويه صافي. دابا غادي نزيد الخميره. كيف ما قلت لكم هذا راه واحد صاشي ولكن راه فيه 15 غرام، اي كيعادل جوج ديال الصاشيات اللي عندنا في المغرب. غادي نخلطو كلشي مزيان، عاد نبداو نزيدو السراوح الكاس الاول. غير هو السميده كنديرو السميده المتوسطه، ما كنديروش الغليظه وما كنديروش الفينو، السميده المتوسطه هي ديال البسبوسه. بقاو نزيدوه بالتدريج شويه بشويه وحنا كنشوفو الخليط. كان عندنا عاد باقي خاصو كنخلطو هادشي. وغادي نزيدو الكاس الثالث. دابا غادي نزيدو هاد الكاس الثالث وحنا كنشوفو، يعني كنخلطو وحنا كنشوفو الخليط ديالنا واش غادي يتقار. باقي خاصو شويه، كنزيدو غير بشويه شويه في الاخر، دائما الكاس الاخر كنزيدوه بالتدريج. هي مازال عاد مطلوقه. وغادي نزيد هاد الشويه اللي بقى، والخليط ديالنا ها هو صبح جاهز. اذا هذا هو الخليط المرغوب فيه، يعني حنا بغينا هذا الخليط هكا. كيف ما كنعرفوا راه السميده كتشرب، غادي نخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق عاد نبداو نكبوها. هنايا شوفوا السميده راها تشربات شويه تقالت، غادي نبداو نعمرو هنا. هادو ما كنعمروهمش يعني حتى الفوق وما نديروهمش نص، كيف ما كتعرفوا راه السميده ما كتنفخش بحال الدقيق، يعني كنخليو لهم واحد جوج ديال السنتيم هكاك
باش تلقى فين تزيد طلع واحد شويه صافي. واللي عاوتاني بغى يديرهم في مول كبير مزيان كيف ما وريت لكم، عندي تفاح انا مقطعه على هاد الشرائح هكايا، وكل وحده تزين باش ما بغات. كنجيبو هاد التفاحات كنحطوهم هنا في الوسط، كنديرو ثلاثه ديال الطريفات، هو كلو الديسير كيجي زوين، كلو الديسير باش ما بغيتو ديروه كلو راه كيجي زوين بالخوخ. ملي كنكملوهم كنديروهم في اللاطه اللي غتدخل لينا الفران، اكيد هادو راه ما كنحطوهمش ديريكت لداخل في الفران، كنديروهم في اللاطه. انا راني شاعله الفران سخنه على درجه الحراره 200، ومنين غندخلهم كنردو الحراره النار شاعله غير من التحت، وكنقصوا الفران ل 180 وكنخليو. ثم هنا كنحطو في الطبقه الثانيه وغادي نخليوه من بعد 20، ندير فيها نص كاس ديال السكر سنيده ونص كاس ديال الماء باش غادي نسقيو هاد البسبوسه. كنديروها على النار اللي كتكون يعني هكا مهيله، انا عندي الكتريك غادي ندير ربع. غلا لينا هاد السيرو غادي نطفيو عليه، هانتوما كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليه يبرد نسقي هاد ميني بسبوسه. شحال ما سقيتوها شحال ما كتزيد تهشاش هكا، كديروا لهم كلشي بحال هكا شويه شويه منو هكا. على حسب الذوق، اللي بغى يدير سكر كلاصي اللي بغى يخليهم هكا كيخليهم يعني كحسب كيبقى على مربى ديال الفريز، كيبقى حتى هو على حسب الذوق. انا غادي نزين به بعد ما كدير السكر كلاصي كديروا شويه ديال مربى ديال الفريز ولا ديال المشماش على حسب الذوق، كل واحد وشنو كيعجبو. الطريقه راها سهله وبسيطه. هو الهزال بالمعلقه صغيره كيجي زعما هو هذا كيف ما كنقولوا حدو قدو. وكنقول لكم شكرا للمشاهدين العزاز اللي كيتابعونا دائما على المتابعه والتتبع، ومرحبا بالناس اللي دخلوا القناه جداد، القناه راه قناتكم. وشكرا على التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا واللي خطيكم عليا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بسبوسه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم ما تنساوش تكثروا لنا اللايكات اللايكات اللايكات، وخليكم رحمة الله وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.